ياسمه عم تحكيني؟ شفت؟ قلت لك انا هيدا سكوت مش مطمن، اكيد هيدا مخطط جديد هي وهي عم تدبر لك اياه. يا زلمه شو نيتك عاطله؟ خلينا نرد نشوف شو بدها. الو الو، هاي فارس، كيفك؟ عم بحكيك بوقت مش مناسب شيء؟ لا بالعكس، قولي لي في شيء. انا ضروري اشوفك واحكي معك، ضروري وبسرعه كمان. خوفتيني، انت فيكي شيء؟ في شيء مهم لازم خبرك اياه. اوكي، وينك انت هلا؟ هون بالضيعه؟ ايه انا هون بالضيعه. طيب بتحبي تيجي لعندي على البلديه؟ انا هون اذا بدك. لا، راح احكي عمتي صباح، راح شوف اذا يحيى بالبيت، بركي نلتقى عندها. اوكي، بلاقيكي هونيك لكن. خليني اتاكد منها انه هي بالبيت وبرجع بحكيك، انطرني دقيقه. ناطرك. باي. نامت نتفه عم فكر انزل جبلة قطعه تياب، اجت ايد من قدام ايد من ورا. انا بجبلة. لا معلش، خلي هالموضوع علي، الله يخليك. هيدي ياسما. خير؟ الو الو، ايه عمتي، انت بالبيت؟ لا حبيبتي، انا بالمطعم. خير في شي؟ انت وين؟ انا هون بالضيعة وحد بيتك، فيك تجي على البيت، ضروري اشوفك واحكي معك. ايه حبيبتي، هلا بجي، يلا لاقيني على البيت. باي. خير بهالشي يا اسماء؟ والله ما بعرف، يلا بخاطرك. بخاطرك، الله معك. اسمع مني، ما تروح، هيدا اكيد مخطط مبكر الى من امبارح، هي وهي عم يركبوا لك اياه. كبر عقلك بشرفك، عم اقول لك ببيت صباح. صباح كمان بالمخطط مع البكوات يعني؟ ما بعرف، ما عاد بعرف شيء. الشيء الوحيد اللي انا بعرفه انه هيدي العائله انا لا بطيئه ولا بوثق فيها. هي يا اسماء. ايه فارس، انا حكيتها لعمتي كانت عندك بالمطعم وهلا رايحه على البيت، يعني 10 دقايق ولاقيني. اوكي، ما تتاخر. يلا بلاقي لك هونيك لكن. باي. ليش هيك عم تطلع فيني؟ انت بتعرف ليه؟ اسمع مني بلا ما تروح، لاسباب كتيري. بلا ما تروح تشوف ياسما هلا، اول انه ممكن تكون مرتبت لك مخطط هي وخيا. وانت شايفني انه بنضحك بهالسهوله علي يعني؟ لا بس انه هيدي ياسما. ياسما يعني انه انا مغروم بياسما وفينا تضحك علي، وانه انا وياسما ما لازم نشوف بعض لانه ياسما ما لم تجوزي. ريس، لا اخلاقي ولا اخلاق ياسما بتسمح لنا نعمل شيء برات الطريق، ما تعتلها. اعوذ بالله، انا ما قصدت هيك ابدا. ما بعرف، انا بتمنى تقطع علاقتك انت مع هيدي العائله على الاخر. لك حتى صباح احيانا بحس انه وجود حدك او حد خالتك ممكن يشكل خطر عليكم. بالنهاية الدم ما بيقلب مي.